هل تعتقد أنك حر في ذاتك؟ هل منحتك الحرية كامل احتياجاتك؟ ماذا ترى في المسؤولية؟ هل أنت حر مسؤول أم حر طائش؟ كيف لو كانت حياتنا فوضى دون التفاتة منا؟ ما هو مفهوم الحرية والمسؤولية لديك؟ هل الحرية والمسؤولية علاقة؟ أم كل مفهوم منفصل عن الآخر؟ الحرية والمسؤولية لديك في برنامج موضوع الساعة، فانتظرونه.